رحم الله الحسين زهراب الذي كان مصوراً لجلالة المغفور له الحسين بن طلال لمدة تزيد عن 20 عاماً. نشر فيديو اليوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لذكريات ملك القلوب. لنتابع معاً. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع بصفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. زهراب ماركريان شاركنا فيديو عبر واتساب حدثنا فيه عن موقف لن ينساه مع الحسين. اليوم بصادف لرحيل حبيبنا أبو عبد الله 20، وطبعا بعد بكرة بده يصير 42 سنة للملكة علياء أم علي الله يرحمهم الاثنين. أنا ليش بذكر دائما الملكة علياء؟ لأنه هي اللي مسكت من إيدي وعرفتني على الملك حسين، ووعدت إنها تبعتني على نيويورك مشان أتعلم تصوير، وتوفت. لكن الملك حسين وعمل وفى الوعد، الوفي وفى الوعد، فبعتني على نيويورك. فأنا مدين بكل شيء للملك حسين وللملكة علياء. الله يطول عمرك أبو حسين الملك عبد الله حبيبنا، والله يطول عمر كل الطيبين اللي في الأردن. شكرا لكم.